السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا. مساء الخير، لديكم حتى نتوما على فيديو تاعنا اليوم. تلقاكم بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي هي بسيطه. قبل ما نبداو الفيديو تاعنا اليوم، ما نساوش الصلاه والسلام على الحبيب مصطفى. الى عندكم سبانخ دخلوا ديروا هذه الوصفه، وصفه هايله هايله، وصفه بزاف بنينه. نخليكم على فيديو المقادير وطريقه التحضير. ما نساوش الصلاه والسلام على الحبيب مصطفى مره اخرى، وان شاء الله تعجبكم الوصفه. ولا عجبتكم الوصفه ما تنساوناش باللايكات. اللي ما اشتركتش دخلوا قاعد تشتركوا، مرحبا بكم. هكذاك باش العائله تاعنا تزيد تكبر. شاركوا الوصفه مع الاحباب والعائله الى عجبتكم. انا نقول لكم ان شاء الله تعجبكم وشكرا. بدات نصور معكم الفيديو كيما هو. المهم هنا راني بديت يعني نقطع في السلق ديالي كيما راكم تشوفوا. كنقطعو صغير. دوك نعاود نشارك معكم المرحلة تاع القطع. هنا انا ديجا قطعته، انا نزيد نصغر فيه. هنا بركات عليه. هنا نجيب مقلاة ولا طنجرة ولا المهم واش عندي. هي كي طيبوا في المقلاة اللي يجيكم خير. جبت المقلاة ديالي هنايا. هنا واش ندير؟ هنا نحط الكمية في المقلاة ديالي. البنات ديروا ربطة تاع السلق كاملة على خاطر هو كي طيب يولي صغيور. يعني ومع العائله وكاعيتيك. وهذه الوصفه هذه ما ناش راح نديروه يعني سلق بكاش حاجه، ولا راح نديرو غير سلق وحده مع في المقله راح يتبان لنا. هنايا البنات واش نديرو؟ نجيبو ربيطه تاعنا تاع السلق. انا ديجا غسلته. هنا انا راهو ذبالي شويه، كان عندي واحد 3 ايام هكاك في الثلاجه على خاطر شريت منه يعني بزاف. قالت لي هذه هي الاخرانيه، قلت ندير معاكم هذه الوصفه. هنا كما راكم تشوفوا نقطع الكميه ديالي ونحاول نصغر، يعني نحاول نصغر كي نقطع نحاول نقطع رقيق. الوصفه هذه راح يجي رقيق، ما راكوش راح تشبعوا منه، خاصه الا عندكم السردين مقلي ولا يعني. هنا والله ما على بالي واش تصور لكم واش ما تصور لكمش، تسمحوا لي لا ميموار تاع التليفون تعمرت لي حتى سوبريمي. تعب ندير فيديوهات وننسى ما نواسيش. هنا قطعت هكا سلق صغيور ودرتو كامل لهنايا، يعني راح تقدروا ترافقوه مع الحوت شحال يجي بنين مع السردين ولا حاجه. وراح يجي بنين ثاني هكا مع دجاجكم في الفور مع اللحم، راح يجيكم بنين وحده، يعني وحده راح تستحقوا يعني الكميه كبيره. تقدروا ديروا ثاني ديروه مع ديو لي فخيت وتجوزوا به، راح يجيكم بنين بزاف بزاف. انايا كواسيتو قطعتو بهذه الطريقه هذه كما راكم تشوفوا، بزاف شباب وبزاف هايل. ذبل شويه بصح مازالو هايل. هنايا انا عندي الثوم هرستو، تقدروا تقطعوه طريفات ولا تقدروا تسكرفجوه. هنايا واحد الراس تاع الثوم يكون يعني ماشي كبير بزاف، لكن عندي واحد رويس متوسط. ديجا كنستورستو بالملح، يعني ما نحتاجش ندير الملح. هنايا التوابل اللي نحتاجو، راح ندير واحد نصف ملعقه صغيره تاع الكمون، بهذه الطريقه. راح ندير واحد نصف ملعقه صغيره تاع الكركم، راح يعطي واحد اللون شباب. راح ندير واحد الراس ملعقه تاع فلفل اسود، راح ندير واحد نصف ملعقه صغيره تاع واش يقولوا لها فليفله. فوالا انا ندير ديريكت وانتم كيلو كيما حبيتوا. المهم عطيت لكم يعني الكيلو شحال ديرو. هنايا عندي واحد شويه تاع الحشيش الشربه والمعدنوس وقصبر والمعدنوس، انا خلطتهم هنا في كيس كانوا عندي غير مجمدين. عندكم فراش ديروا فراش خير. ندير واحد الكميه ماشي بزاف، حيعطيو بنه وريحه جميله جدا بهذه الطريقه هذه كما راكم تشوفوا. هنايا نديرو واحد الرشيشه تاع القارص، يعني واحد عصره ونص حبه تاع القارص، ولكن عندكم صغير بزاف كيما هذا تقدروا تعصروا حبه كامله. انا عندي صغير، ولكن عندكم كبير ديرو نص حبه. راح
راني عصير تغرقوا له حبه كامله على خاطر صغير عندي. مش جينا داك الكوت على القروسيه راح تجيب لنا بزاف. بها الطريقه هذه. هنايا الا عندكم زيت الزيتون ديروا زيت الزيتون، ما عندكم زيت الزيتون ديروا زيت نورمال، زيت سانغو، زيت المائده. هنايا راح ندير واحد الملعقه ونصف تاع زيت الزيتون، قولوا تقريبا ملعقتين تاع زيت الزيتون. باش يجينا بنين. وهنايا نضيفوا واحد الحبيبات تاع الزيتون، ماشي بزاف غير حبيبات هكذايا، راح يعطونا واحد البنه. وما نديرو له حتى قطره تاع الماء، وراح نحطو على النار ان شاء الله. قبل ما نحطوه على النار هنا ما ننساوش نخلطو المكونات ديالنا مليح. علاش كنحطو على النار؟ نقصو عليه ونخليوه يثقال وحده، يعني ما نقعدوش نفتحو عليه ولا حاجه، راح نقصو عليه ونخليوه يطيب. دوك هو يطلق واحد الماء، يطلق الماء ديالو ويطيب منه ليه، يعني راح نقصو غير عليه ونخليوه يطيب. هذا ما كان ندمجو المكونات ديالنا وراح نحطوه على النار. انا اسمحوا لي نسلكم واحد المكون اللي هو الزنجبيل. بصح على بالكم تشوفوا الزنجبيل وشنو الزنجبيل راح ديرو، واش نقول لكم واحد شويه برك راح ديرو هذا المقدار تاع الزنجبيل. هذا ما كان هذا شويه راح يعطيكم رائحه هايله، ما ديروش بزاف راح يجيكم مر. هنا كما راكم تشوفوا حطيناه على النار، غطينا عليه ونخليه يطيب براحته. هنا كما راكم تشوفوا ديجا بدا يطيب، يعني واحد الخمس دقائق هكاك ونطفي عليه، وبالخف بالخف يطيب. راح نخليه يكمل يشرب مليح باش يعني يطيب مليح، وراح نرجع لكم ان شاء الله يا ربي. البنات كما راكم تشوفوا بعد ما طابت بزاف بنينه، خليت فيها واحد شويه تاع المرقه سبني خديونا هكاك باش يعني نغمسو شويه في المرقه. كناكلو مع حاجه ناشفه ولا سوا ناكلو وحده، كنديروه ناشف يعني يجي شويه، يعني يجي شويه بزاف بنين وبزاف هايل. وصفه اقتصاديه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. الى عجبتكم ما تنساوناش باللايكات، تشاركوا مع الاحباب والعائله لتعم الفائده للجميع. القاكم فيديو اخر بحول الله تعالى، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء والى فيديو اخر ان شاء الله.